الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم وأنتم في رحاب إشارات برنامجكم الذي نعتز ونتشرف بأن تكونوا معنا فيه. عنوان حلقتنا عن لا تحزن في القرآن الكريم. دائما ما يربط بين التدين وبين الحزن وبين الاستقامة وبين الهم والعنت والمشقة، وهذا من المفاهيم الخاطئة جدا تجاه التدين للأسف الشديد. في حين أننا نقول والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الشخص المستقيم المتدين قد أدى واجب ربه وأرضى مولاه والتزم بأوامر سيده وانتهى عن نواهيها ويؤدي حقوق العباد في سخاء نفس وطمأنينة وسكينة، نفسه راضية وروحه صافية وقلبه مطمئن وأعضاؤه وجوارحه مستقرة، فهو أقرب الناس إلى الفرح والهناء والسعادة. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والآية في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا نظرنا إلى القرآن الكريم لوجدنا أن كلمة لا تحزن بهذا اللفظ الصريح الواضح تعددت وتكررت في الآيات العظيمة. يعني القرآن ينهى عن الحزن لأن الحزن لا يليق بالمسلم، التشاؤم والعنت والقلق والاضطراب والخوف والاكتئاب والإحباط واليأس، كل هذه مفردات لا تعرف إلى قلوب المؤمنين سبيلا. ألم يقل ربنا جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ومن يقنط من رحمة ربه إلا الخاسرون. فبالتالي أقول حقيقة وصراحة بأن كلمة لا تحزن وردت في القرآن في مقامات. المقام الأول كأن الله يقول لنا: لماذا تحزن وأنت مؤمن؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بمعنى المؤمن لا يعرف إلى الحزن سبيلا، وتجده المؤمن دائما هو في استعلاء إيماني وطمأنينة وسكينة عجيبة. إذن أول شيء: لماذا تحزن وأنت مؤمن؟ ما الذي يحزنك؟ عندنا كلمة تعلمناها من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة ابن القيم، يقول فيها: من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء. فأنت مؤمن وجدت الله، لماذا تحزن؟ المؤمن لا يحزن إلا في حالة واحدة: إذا عصى الله فإنه يحزن لأنه فوت نصيبه من الله. فمن وجد الله وجد كل شيء، ومن فاته الله فاته كل شيء. المقام الثاني: لماذا تحزن والله يؤيدك وأنت تستشعر قربه ومعيته؟ اقرأوا معي هذه الآية في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لماذا؟ إن الله معنا. هناك لا تحزن وأنت مؤمن، وهذا مزيد إيمان. فالمؤمنون على درجات، أكثر المؤمنين بعدا عن الحزن
أكثرهم استشعارا لمعية الله ولقربه سبحانه وتعالى. نعم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من كان الله معه كان معه كل شيء. ثالثا، ما الذي يحزنك؟ تذكر بعض الأشياء التي فاتتنا وندمنا على تفريطنا في مسألة من الأمور الدنيا قد فاتت، فنعض على أناملنا غيظا وحزنا. يقول الله جل وعلا إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. وفي الحديث يقول سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لا تأسى على ما فات ولذلك لا تحزن. يعني القرآن يأمر بالخير ويدعو إلى السكينة والطمأنينة وينهى عن ضدها وينهى عن الحزن والحزن مع معالجة الحزن وقضاياه من جذورها وأصولها. فهو يقول لك أنت مؤمن لا تحزن، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يقول لا تحزن إن الله معنا، ويقول لك لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. نعم. رابعا، من الأمور التي تدعو إلى الحزن الشديد الضيق من انتقادات الآخرين، انتقاد الناس لك وكونهم طعنوك أو ثلموا في عرضك أو انتقصوا من قدرك، هذا يدخل عليك غما. المولى عز وجل يقول قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون. نعم، يقول لك ذلك كويس، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إذن الحزن من أسبابه الكبيرة. الآن عندك زول مصاحبه وصديقك عزيز وقام يتكلم وقال فيه كلام فارغ، انت بتضايق ضيق الله به عليم، وكتألم ألم شديد. كتألم ليه؟ كيف ندفع هذه المسألة؟ تأمل رب العباد، هل سلم من ألسنة العباد؟ ألم يقولوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا؟ ألم يقولوا الله فقير ونحن أغنياء لعنة الله عليهم؟ ألم يطعنوا في تقدير الله وتقسيمه الأرزاق؟ لماذا أعطى فلانا ولماذا منع فلانا؟ هل تجد أن العبادة قد رضوا عن ربهم الآن؟ من اللطائف أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سأل حاتما الأصم، قال له كيف أسلم من ألسنة الناس؟ قال له أن تسكت إذا تكلموا في عرضك، وأن لا يتكلم في عرضهم، وأن لا تطلب منهم شيئا، ما تقول لذو ذا الحاجة، وأن تعطيهم أنت. قال له الإمام أحمد ومن يطيق ذلك يا حاتم؟ قال أما وإنك لو أطقت لما سلمت من ألسنة الناس. وكان الحسن البصري يقول أطمعت نفسي في الجنة فطمعت، وأطمعت نفسي في النجاة من النار فطمعت، وأطمعت نفسي في رضا الله فطمعت، وأطمعتها في رضا الخلق والسلامة من ألسنتهم فلم تطمع، إني لما رأيت الخلق لم يرضوا عن خالقهم علمت أنهم لن يرضوا عن مخلوق مثلهم. لا تحزن، لا تحزن ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ومن المعالجات المهمة أن تعلم أنه لا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين، وإن الله لا يصلح عمل المفسدين. شوف أي زول شغال لك بتحت تحت، وزي ما بقولوا الناس في المؤسسات والأماكن بتاعت الشغل وفي الأسر والمكايدات بسموها الحفر، إذا زول بيحفر لك بتحت تحت خليه، خليه لربنا الخلقه يكفيك شره ويرفعك فوقه. تأكد من هذا الكلام وخذه مني نصيحة في إشارات. من الأشياء اللي بتخلي الزول يحزن الدنيا، أول حاجة أرضه بالقسم ويخربنا وما تتطاول، كان تتطاول تتحزن. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم. دي دنيا، دنيا ماشي ساكت. ولذلك قال الله تعالى عن أولياء الله الصالحين، قال جل جلاله سبحانه وتعالى عنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يحزنون على دنيا تركوها، ولا على ديار ودعوها، ولا على نعيم فارقوه، لأنهم يعلموا أن ما عند الله خير وأبقى. يا سلام يا سلام.
لا تحزن، في القرآن كثيرة، ولكن سنقف في آخر الحلقة مع بعض لا تحزن. منها: انظر إلى العواقب والخواتيم دائما، ما خذر الله نبيا وما ترك الله له وليا أبدا. قال تعالى لموسى عليه السلام: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. نعم، وقالت رسول الله للوط لما جاءت رسلنا لوطا وضاق بهم ذرعا، قالوا لا تخف ولا تحزن. ودائما الخوف والحزن مع بعض، أي زول بيخاف بيحزن. ولذلك املأ قلبك يقينا واملأ قلبك شجاعة، لا تحزن لأن الله معك، ولا تحزن لأنك مؤمن، ولا تحزن لأن الدنيا فانية، ولا تحزن لأن الله قدر كل شيء وكتب كل شيء، لا تحزن لأن الله ينصر جنده ويؤيد أولياءه. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم إشارات. سائد الرب جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد والعون والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.